الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن ابن ماجه، باب كف الشعر والثوب في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن معاذ الضرير وهو من الثقات، قال حدثنا حماد بن زيد وهو من أساطير المحدثين، مقرون بأبي عوانة الوضاح بن الأشكري، عن عمرو بن دينار وهو من ثقات الأثبات، عن طاووس عن ابن عباس قال: ابن عباس هو من العبادة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وهذا أيضا في الرجال والنساء، هذا على العموم في الرجال والنساء. موطئ هو ما يوطأ من الأذى في الطريق. هذا الحديث كلها فيها بيان على أن باتفاق العلماء على أنه من المستحب ومتأكد استحبابه كعدم كف الثوب أو الشعر، لأنه يسجد معه. قد قال العلماء: الحكمة ذلك أنه يسجد معه، أو عقص الرأس في الصلاة، في هذا كله منهي عنه. الكعكة اللي تفعلها المرأة في الصلاة هذا منهي عنه. ومعنى كف الشعر والثوب هو ضمه وجمعه، وهذا المعنى الكفت كما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه. وهنا الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، من كفت شعرا أو ثوبا لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة. وقد قال بعضهم: الحكمة أنه إذا رفع ثوبه أو شعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، وأيضا أنه يسجد معه. ولذلك ذهب النووي بالأئمة الأربعة على أن نهي هنا للتنزيه، فلو كفت الرجل شعره فإنه لا تفسد صلاته لذلك. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. في هذا دلالة واضحة جدا على ما فعل أبو رافع، وأيضا ما فعل ابن عباس بالأمر عوفا نعم منكر، بأنه لما وجد الشعر معكوسا في الصلاة حله. وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أجزع سبعة أعظم ونهيت عن كفت في الصلاة. إخواننا الأفاضل الذين يرتدون مثل البنطال يكون طويلا فيه الإسبال، فهو بين نارين، بين إسبال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار، وبين كفت الثوب أو رفعه فيكون كفتا، والكفت أهون ما بين المفسدتين. لكن الحق أن 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 رفع الثوب هنا فيه تفصيل عند العلماء. بعض العلماء قال: كفت الثوب منهي عنه إذا فعله داخل الصلاة، هذا الذي مال عليه النووي، يعني لو كان كافتا لثوبه قبل الدخول في الصلاة صح له ذلك. وهذا خطأ مبين، لأن أبا رافع لما دخل وجد الحسن والحسين عكس رأسه، يعني لو كانت الاحتمالية واردة أنه فعل ذلك خارج الصلاة ودخل بها، ما كان لأبي رافع أن ينكر عليه، لكنه أنكر عليه عموما، وأيضا ابن عباس أنكر عموما. فإذا المسألة لا ترتبط بأن تكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة. لا يجوز كفت الشعر أو كفت الثوب ضمه، يعني رفع القميص هكذا، أو كفت الشعر جعله كعكة أو جعلهم يدوروا، هذا كله لا يجوز. إما أن نقول النهي هنا نهي تنزيه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وإما أن نقول بأن النهي هنا نهي تحريم على قول الزهرية، وتبطل الصلاة بها، تبطل الصلاة بها. لكن الحق أننا عندنا دليل قوي جدا يثبت عدم بطلان الصلاة، ويبين أيضا أن النهي للكراهة لا ليس للتحريم، بأنه لما دخل أبو رافع وجده عاكس رأسه وما قال له أعد الصلاة، ولما دخل ابن عباس على عبد الله بن الحارث ويصلي ورأى رأسه معكوسا أيضا حله، قال: ما لك ولرأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثل هذا
ان هذا مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وفيها ايضا كما قلنا من الحكم على النهي عن كفة الصلاة الثوب في الصلاة انه يسجد معه، هذه الاولى. الثانية انه اذا رفعه يعني كأنه يأبى ان يمس الارض، فيكون فيه نوع تكبر، يكون فيه نوع تكبر، فمنع وحسم المادة. وعامة لنا ان نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت فلنا ان نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة في ذلك، بان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكفت شعرا ولا ثوبا، وما كان يطيل الثوب إطالة تحت الكعبين إسبالا يعني. وهذه هيئات الصلاة المستحبة التي يستحب للمرء أن يكون عليها بين يدي الجبار سبحانه وجل في علاه، عندما يكون متواضعا وعندما يكون في هيئة حسنة، ويجعل شعره يسجد معه وينزل حتى يكون على التراب في هذا الباب، فيه التواضع لله في علاه، فيه الاستكانة. وبهذا يكون قد بلغ إلى قمة الهيئة التي يحبها الله من العبد عند الصلاة. وهذا تطبيق لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. الفوائد المستنبطة: أصوليا الخطاب للنبي خطاب لكل الأمة. استحباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولو في الصلاة. حسن الحكم إذا كان بالدليل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.